بهالفيديو راح اورجيكم بعض الاشياء اللي حصلتهم بسوق المستعمل، وهي عباره عن اجهزه والعاب مستعمله. وبدون ما اطول عليكم خلينا نبدا. بين كل فتره وفتره بزور سوق المستعمل، او في ناس بتسمي سوق الباله، وعلى فكره له كثير اسماء، بس بكل بلد له اسم معين، وبروح ادور على اي شيء بخص الالعاب واجهزتهم، لانه احيانا ممكن تلاقي سدات محترمه، واغلب الاشياء بتكون وارد امريكي واوروبي ومش محلي، وبنفس الوقت ممكن تشتري اشياء يكون بدها صيانه، فانت وحظك، وهي الاشياء ما اشتريتهم بيوم او يومين، بتقدر تحكي انهم غنيمه شهرين تقريبا. وخلينا نروح لاول شيء لقيته، بلاي ستيشن 2 سليم. جهاز حالته مقبوله ونظيف من برا، وفي عليه شويه خدوش بس ماشي حاله، والاهم انه ما في ضربات او اشي مكسور. وصراحه عندي نسختين الجهاز، بس هاي نسخه PS2 حتى لو انها خربانه راح اشتريها، بس الاستيكر اللي بكون على خلف الجهاز مش موجود. وبس جربته اكتشفت انه العدسه خربانه، وعشان هيك راح اعدله واشغل العاب من USB، لانه على جميع الاحوال ما راح الاقي له سيديات بالسوق، فعشان اريح راسي التعديل راح يكون احسن. وكمان حصلت العاب مع الجهاز، اول لعبه هي Terminator Dawn of Fate. راح تلاحظ انه الالعاب القديمه فيها اعتناء بالتغليف، وهي اللعبة أول مرة بعرف عنها. وطبعا الموضوع مش غريب لأنه البي اس 2 عليه أكثر من 4000 لعبة، وممكن بعدين أعطيها تجربة وأحاول أختمها. ونيموشا 3، وهي لعبة قتال هاكن سلاش، وقصتها صارت في عصور الساموراي القديم في اليابان، وكانت واحدة من أقوى الألعاب اللي نزلت على البي اس 2. السي دي كويس مع إنه في جروح، بس المهم إنه يكون شغال. واللعبة الثالثة ميتال جير سوليد 3، أيقونة الأسطورة هيديو كوجيما. وللأسف أنا كنت مفكر السيدي أصلي بس طلع كوبي، والحق علي أنا فكرتهم كلهم أصليات وما شيكت عليهم، وحتى لو أنها كوبي رح أرجع وألعبها. وكمان اللعبة الرابعة أونيموشا، وكانت بدون علبتها الأصلية بس مش مشكلة، بس في شوية جروح، بس المهم إنه شغال. وخلينا نروح لألعاب البي اس 3 ونبدأ مع Red Dead Redemption، وطبعا المعروف لا يعرف، والسيدي حرفيا وكالة وكامل كتيباته موجودة. هاي الكتيب الأصلي اللي بشرح لك عن اللعبة، وكمان جاي معاه كود لدي ال سي وسكن للشخصية. طبعا هاي الاكواد حاليا مستحيل تكون شغالة. واللعبة الثانية هي دراجون دوغما، لعبة من كابكوم بتحكي عن مغامرات مع التنانين، وهاي اللعبة واحدة من الالعاب اللي كلفت كابكوم ميزانية ضخمة لتطويرها، بس قصتها تعبانة، بس الجيم بلاي ممكن يشفع لها. وجاي معها كود لديمو ريزدنت ايفل 6، وكمان اكيد مش شغال. واللعبة الثالثة هي كوليكشن لتوم برايدر الأجزاء الكلاسيكية، وهاي الأجزاء نزلت على البي اس 2 أجهزة ثانية، بس عملوا لهم شوية تحسينات، وواحدة من هاي التحسينات إنهم رفعوا ريزولوشن الألعاب ل 720p. وبنفس الكتيب في مساحة عاملين لك إياها نوت إذا حبيت تسجل أي شيء في اللعبة عشان ما تنساه. وكمان جاي معها كود ممبرشيب لسكوير إنكس، وبصراحة ما بعرف شو وظيفتها. وخلينا نرجعهم ونروح للعبة اللي بعدها، واللي هي أساسن كريد كوليكشن. الكوليكشن اسمه هيرتج، طبعا هذول الخمس العاب هم احلى العاب السلسله، لما كانت اساسن كريد عن جد اساسن كريد، وقبل ما تتوجه للار بي جي. وفي اساسن كريد 1 اللي احداثها بتصير بفلسطين وسوريا، والجزء الثاني اللي بيحكي عن انتقام ايزيو لعائلته، وبراذر هود اللي بكمل قصه ايزيو، اما ريفيليشنز احداثها بتصير بتركيا على ايام الدوله العثمانيه، والجزء الثالث اللي اخذ القصه خارج التاريخ العربي الاسلامي القديم للتاريخ الامريكي القديم. وجاي معها كتيب ارشادات عادي وكود اضافي للعبه ريفيليشنز، وكود ثاني لأساسن كريد 3. وبنروح للعبة اللي بعدها واللي هي بايونيك، واللعبة بتحكي عن جندي نصف آلي ونصف بشري، وبيبدأ رحلة البحث عن زوجته. وعلبة السدي من هون مكسرة شوي، بس ممكن لقدام أبدلها. واللعبة طبعا من كابكوم بس ما جربتها من قبل، وأي لعبة من كابكوم تستحق التجربة عاد ريزدنت إيفل 6، لأنها حرفيا أزبل جزء بسلسلة ريزدنت إيفل. وحاليا وصلنا للوحش الإكس بوكس 360، وهاي النسخة من 360 ما عمري جربتها، لأنها زمان كانت مكروهة وما حدا من التجار كان يحب يجيبها، وحالته جيدة بس عليه شوية أوساخ، وفي مشكلة بباب اليو اس بي بس راح نصلحه. ولما شيكت عليه من جوا شفت هاي الاستيكر، واللي المفروض إنه ما يكون مصلح، بس صارت معي مشكلة إني لما روحت وجربته ما انتبهت على المحول تبعه إنه 100 ل 120 فولت، وتحمست وشبكته بالكهرباء، بس اللي صار حرفياً وبعد شوية بحث حصلت محول ثاني وجربته، والحمد لله الجهاز شغال، بس اللي شفته مشكلة انه الهارد ديسك تبعه 60 جيجا، واللي اكيد ما راح يكفي لاي اشي، يعني اذا بتنزل عليه لعبتين خلص فلل، واكيد ما راح اخليه 60 جيجا وراح اعدله واركب له هارد ديسك ثاني بسعة 500 جيجا، واحتمال يكون يا اتش دي عادي او اس اس دي على حسب المتوفر، وطبعا راح اعدله بشكل كامل وانزل عليه العاب.
واكيد مش انا اللي راح اعدله، راح اوديه لشخص محترف هو يعدل لي اياه، لانه اول واخر مره جربت اعدل فيها جهاز كان جهاز البي اس 3 واللي حرفيا اخذ مني يوم كامل للخمس الصبح وانا بعدل فيه، واخذ مني كمان يومين بس عشان انزل العاب، والمشكله انه الالعاب كانت كلها مخربطه، وقسم من الالعاب اللي نزلتها كان ايزو والقسم الثاني بي كي جي، وطبعا تعديل الاجهزه بده ناس عندها صبر ونفس طويل، وهي الاشياء مش موجوده عندي، والجهاز بشكل عام حالته كويسه، وصعب تلاقي هالموديل تحديدا بهيك حاله، بس مشكلة هالموديل بالذات انه كان في حلقه الموت الحمراء، والله يستر ما يروح دفعته على الفاضي. وحصلت له شوية ألعاب، أولهم باتمان أركام سيتي، لعبة جدا كانت مشهورة على 360، وألعاب البي اس 3 و 360 لازم تشتريهم بحالة كويسة عشان ما يكون في مشكلة بالسي دي، والسي دي بتقدر تحكي إنه جديد وما في أي شخط عليه وكامل كتيباته موجودة. هاي شنطة السيديات لما شفتها فكرت فيها سيديات أوديو أو أغاني، والمفاجأة كانت إنه كل السيديات اللي فيها ألعاب 360 وكانت لشخص اسمه كيل ديشون، ولقيت فيها كثير ألعاب، سبلينتر سيل، ساينس رو، فيفا 14 وكل اوف ديوتي بلاك اوبس وبلاك اوبس 2 ولعبة ناروتو ستورم 3، بس فيها كم لعبة ما بعرفهم اغلبهم للكينكت، وكل الالعاب اللي فيها بحالة جديد يعني بتوقع مش كثير استعملهم، واستغربت وبلشت اسرح بخيالي عن سبب خلى صاحبها يرميها مع اني بشوفها كنز، ووصلت نتيجة انه على الاغلب صار له اشي بس الله اعلم، ولو نويت اخدتم كل الالعاب اللي بالشنطة اتوقع راح ياخذوا معي من 10 اشهر لسنة كاملة. واللي بعده كنترولر للجيم كيوب، بس هالكنترولر مصنوع من طرف ثالث واللي هم جيم ستوب، ويعتبروا اكبر واشهر محلات العاب في العالم، وبنفس الوقت مش محبوبين في اوروبا. واخيرا نينتندو وي، وهالموديل من الوي بدعم الباكورد كومباتيبلتي، يعني بشغل جميع العاب نينتندو القديمه، ونزل بعده اكثر من موديل بس هاي النسخه احسنهم. وعشان تتاكد ان النسخه عندك باكورد كومباتيبلتي او لا، فلازم يكون فيها مداخل لكنترولر الجيم كيوب، والمفروض يكون في باب ابيض يغطي عليهم بس مش موجود، والجهاز للاسف معفن وبده تنظيف، ومش اي تنظيف، بيلزم حفله تنظيف كامله لانه حتى مداخل الهواء مسكره، ولانه الجهاز مش معروف عندنا كثير ولا مشهور، الناس كانت تفكره قارئ اقراص او حتى راوتر، لانه كثير ناس قبل مسكوه بس ما توقعوا يكون كولسول. والوي نزل ب 2006 والمفروض انه ينافس 360 والبي اس 3، بس للاسف ما نافس غير البي اس 2، وكان موجه بالاصل للناس اللي مش جيمرز، وانصنع بشكل اساسي عشان يكون جهاز للعائله، يعني اذا كنت حاب تلعب بيسبول او تلعب تنس او تقطع خضار او تلعب بالسيف تصير ساموراي فالجهاز كان حلك المثالي، اما اذا كنت جيمر نهائيا ما بلزمه، وهو عباره عن نسخه مطوره شوي من الجيم كيوب، يعني نفس مواصفاته بس معدل عليها شوي، وانا بصراحه بعتبره من افشل اجهزه الكونسول، وانا هون بحكي رايي الخاص وعادي انك تختلف معي، وحاليا ما عندي قطع له وما جربته، ويمكن في المستقبل بس احصل اشياء واعمل عنه فيديو، وراح احط اسعار كل الاشياء اللي اشتريتها، البي اس 2 5 ألعاب البي اس 2 دينارين، وألعاب البي اس 3 من 3 ل 5، و 360 20، وألعاب 360 السي دي 4، وشنطة الألعاب 3، كنترولر الجيم كيوب 3، كمان النينتندو وي 3. وأتمنى الفيديو أعجبكم، ولا تنسوا تشاركوا الفيديو مع أصحابكم. سلام.